اوعوا حضراتكم تتخيلوا ان بما اننا في الاهلي في رمضان ومش في 10 الصبح بالاهلي يبقى مش هنروح فرع النادي الاهلي بالجزيره، هنروح يا حضرات حيث يتواجد زميلنا العزيز كريم احمد عشان نعرف منه اخر الاخبار والمستجدات ويقول لنا كمان تفاصيل تدريبات النادي الاهلي والاجواء الرمضانيه الموجوده في النادي. يا كريم مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم طيبين يا رب، اهلا بيك اتفضل. ترى كريم معانا ولا ايه؟ يا كريم سمعنا؟ زميلنا العزيز كريم احمد هيروح فين؟ المتواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. بلاش هيجي. طيب لو في مشكله في التواصل معاه ممكن نحاول نرجع نوصل له مره ثانيه. طيب نحاول نرجع اكيد مره ثانيه لزميلنا العزيز، بس مهم جدا ان يبقى في برضه متابعه سواء في رمضان او قبل رمضان يعني او بعد رمضان حتى، لان احنا بنتكلم عن اخبار النادي الاهلي اكيد لا تنقطع مع حضراتكم، دايما في اخبار مختلفه ودايما النادي الاهلي لا يتوقف من ناحيه هنا بنتكلم يعني الانجازات سواء في الرياضه طبعا او في الانشاءات او غيره، فبتهيألي ان كريم رجع لنا مره ثانيه صح كده؟ يا كريم اهلا بيك، يا ترى سمعنا؟ مرحب بيكم طبعا في البدايه، كل التحيه لك زميلي العزيز كريم وكل التحيه للزميل العزيز نهاوند، رمضان كريم عليكم وعلى كل طبعا الشعب المصري وتحديدا جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يكون خير شهر رمضان علينا وتكون انطلاقته ومباراته الحقيقه مباراه الهلال الكل منتظرها ومترقب هذه المباراه الهامه جدا والمصريه والمرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله تكون بالخير ويتاهل النادي الاهلي وتكون بطاقه التاهل من استاد القاهره بمشيئه الله. الله. طيب كلمنا بقى عن التدريبات وكلمنا عن الوضع عندك والأجواء الرمضانية بشكل عام عاملة ازاي؟ يعني النادي الأهلي الحقيقة مختلف بشكل كبير جدا عن كل الأندية الحقيقة في رمضان، يعني الأعضاء النادي الأهلي والجو العام طبعا والإدارة التنفيذية بتقوم بدور كبير جدا الحقيقة لتهيئة جو الرمضاني هنا في الفروع كلها الحقيقة، يعني في نادي الأهلي الجزيرة الشيخ زايد أيضا كمان مدينة نصر ومنتظرين كمان الفرحة الكبيرة والصرح الكبير جدا التجمع بمشيئة الله، كل الأمور الحمد لله طيبة جدا بالنسبة طبعا للأجواء الرمضانية، لكن اللي يخصنا طبعا كالعادة وبنحب نطمن بيه كل جمهورنا جمهور النادي الأهلي على حالة اللاعبين، بقى خلاص بقى لنا فترة كبيرة جدا الكل متشوق إن هو يسمع أخبار اللاعبين حالة اللاعبين، النهاردة يمكن أول تدريب لفريق للنادي الأهلي بعد فترة راحة يمكن امتدت لست أيام كانت مطلوبة جدا وكانت مهمه جدا للاعبي للنادي الاهلي، في مجموعه الحقيقه مظلومه شويه المجموعه اللي منضمه للمنتخبات وايضا كمان لاعبين اقل محترفين يعني ما لحقوش الحقيقه ان هم يريحوا بشكل كبير جدا من التدريبات الى المنتخبات ثم عوده من جديد، لكن هو ده قدر اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي لابد يكون يعني على قدر المسؤوليه كالعاده، في تضحيات مهمه كبيره جدا، فان شاء الله باذن الله كل المجهودات اللي بتبذل من الجهاز الفني مستر كولر النهارده يمكن وصل الحمد لله بالسلامه مع الجهاز الفني بالكامل بيقود النهارده للتدريب الاول فريق النادي الاهلي، يعني النهارده يمكن كانت في لفته مهمه جدا، التدريب كان متوقع لتسعة مساء يكون انطلاقه التدريب، لكن كان في حرص كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين ان هم يتابعوا منتخبنا الوطني على الاقل حتى الشوط الاولاني اول 45 دقيقه، عشان كده يمكن كان في اهتمام كبير بفرجه الجهاز الفني واللاعبين ومتابعه ايضا كمان لاعبينا لاعبي النادي الاهلي المنضمين الى المنتخب الوطني للوقوف على الحاله وايضا كمان الاطمئنان عليهم بشكل كبير مع تدريب ايضا كمان الاول، انت عارف طبعا زميلتي نهاوند زميلي الكريم مش هتكون جرعه تدريبيه قويه لان احنا يمكن لسه راجعين من مده طويله، لكن واضح طبعا لعيبه النادي الاهلي الاجواء الرمضانيه المهمه جدا مستر كولر النهارده مش هيخلي التدريب يستغرق اكثر من 60 دقيقه على ان يكون بقى التدريبات مستمره ويبدا يرفع الحمل البدني تدريجيا حتى موعد المباراه يوم السبت، مباراة مهمة جدا في حضور 50,000 أهلاوي، عشان كده يمكن الحقيقة كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية الحقيقة على الاهتمام الكبير وعلى الوعي الكبير جدا وأيضا كمان متمثلة في السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على طبعا العدد كبير، احنا كنا بنشارك في المباراة بطولة دوري أبطال أفريقيا 10-15,000 50,000 أهلاوي في استاد القاهرة هيكون لهم مردود كبير جدا، يتبقى كل التوفيق للنادي الأهلي، يتبقى أيضا كمان الجزء الأكبر على لاعبتنا لأن هي مباراة لها حسابات عديدة جدا عند الجميع، لكن حساباتها بالنسبة لنا هي نقاط المباراة ومنها إن شاء الله تكون بطاقة التأهل لفريق النادي الأهلي ولكل حدث حديث بعد مباراة الأهلي والهلال السوداني. كريم كل سنة وانت طيب طبعا في البداية، والأستاذ عزة طبعا والدتك طيبة وكل الناس يا رب كده دايما بخير، ويبقى زي ما كنت بتكلم أنا وكريم يعني رمضان تبقى بداية اختلاف وتطور وتحسن لينا جميعا يا رب، وتكمل معنا على مدار السنة جميعا. كريم كان اتكلم معاك في الأجواء طبعا في النادي الأهلي، مهم جدا ان احنا برضو تنقل لنا يعني هل بيبدأ التوافد من الساعة كام للأعضاء، الأجواء الرمضانية اللي جوه بتكون عاملة ازاي، دي نقطة. النقطة الثانية على صعيد بقى الفريق الأول عايز أتكلم معاك فكرة هنا الجماهير اللي أنت برضو تحدثت عنها، الصعيد الثاني بقى فكرة توفير برضو تذاكر ل يعني مشجعي الهلال تحديدا، لو تطلعنا برضو على النقطة دي لأن مهم جدا.
يعني طبعا السؤال الاول بالنسبه للاجواء الرمضانيه، يعني انت طبعا انت عارف ان هوند الكل بيحب النادي الاهلي الحقيقه. هنا في اجواء الفطار، يعني قبل الفطار بدقائق بسيطه جدا بتلاقي العائلات والتجمعات. يمكن احنا لسه في البدايه، لكن شفنا الحقيقه النهارده هذا الامر. بعد الفطار الامور بتكون كلها طبعا تجمعات بالنسبه للعائلات، عشان كده بقول لك في اهتمام كبير جدا من الاداره التنفيذيه هنا في النادي الاهلي عشان تكون كل الامور الحقيقه يعني متاحه لاعضاء للنادي الاهلي، ان الكل على طول مجرد الناس بتخلص الفطار بتبدا تكون متواجده داخل النادي الاهلي، والعكس صحيح. قبل الفطار ايضا كمان الكل بيكون حابب جدا هو يكون متجمع هنا في النادي الاهلي في الجزيره، عشان كده ده امر مهم جدا. لو احنا عندنا يا كريم في النقطه دي بس عندنا كمان في النادي الاهلي، لو هتكلم على الفروع كلها، لان احنا رحنا بنفسنا وشفنا، يعني عندنا مطاعم على اعلى مستوى حتى، يعني فكره تقديم الفطار، تقديم السحور، يعني تشينز، ويعني لا مطاعم فعلا على اعلى وارقى مستوى، والناس كلها بتشكر فيها، فدي نقطه برضو تحسب الحمد لله. يعني بالتاكيد طبعا هوندي، يعني الدور الكبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه والاداره التنفيذيه زي ما بنقول، اللي يعني عضو النادي الاهلي بيتوفر له كل شيء، عشان كده قيمه النادي الاهلي كبيره جدا. ما تخش اي فرع بتبقيش عارفه تروح المطعم ده ولا المطعم ده، القعده هنا احسن من القعده. الامور كلها الحقيقه في النادي الاهلي في الثلاث فروع بيكون امر مهم جدا، لكن احنا يمكن بنتكلم على الجزيره بما اننا متواجدين في الجزيره الاساس، ويمكن الكل بيحاول ان هو يكون متواجد ايضا على الجانب الاخر مدينه نصر والشيخ زايد، لكن احنا لسه كمان على مدار الايام القادمه خلال رمضان ان شاء الله وخلال شهر رمضان هنشوف تجمعات كثيره جدا، فطار جماعي الحقيقه ايضا كمان. يمكن انا بشوف فريق الصباح بيجمع نفسه ايضا كمان، الرواد بنشوف حاله رمضانيه مهمه جدا ومميزه جدا. يا رب ان شاء الله تستمر هو ده للنادي الاهلي. عايز اروح للنقطه الثانيه طبعا، نقطه الجمهور، جمهور النادي الاهلي تحديدا اللي مراهنين عليه بشكل كبير جدا، ومجلس اداره النادي الاهلي ودوره الكبير والتنسيق اللي كان اكبر الحقيقه مع وزاره الداخليه، لان احنا لازم كنا نشوف عدد كبير جدا جدا في الجمهور في هذه المباراه، مباراه مصريه، مباراه مهمه جدا، عشان كده المجهود اللي بذل بالتنسيق مع وزاره الداخليه بنشيد بمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لان مهم جدا مهم جدا كل اهلاوي يكون متواجد في هذه المباراه. هي مباراه كره قدم لكن حساباتها كثيره جدا الحقيقه، حسابات فنيه، حسابات ايضا كمان معنويه للاعبين، فعشان كده ان شاء الله باذن الله رهاننا كبير جدا على الجمهور، رهاننا اكبر كمان على لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. الجماهير طبعا الهلال السوداني واشقائنا طبعا اكيد هيكون متوفر لهم تذاكر، الكل طبعا هنا طبعا انت عارفه اي فريق بيقابل النادي الاهلي بيكون متواجد في جمهوريه مصر العربيه بيستقبل احسن استقبال، عشان كده يمكن الامور العديده جدا والاشاعات الكثيره جدا اللي نتكلم على التربص وكل الامور دي، الحقيقه جمهور النادي الاهلي واعي بشكل كبير، الشعب المصري ايضا واعي بشكل كبير. هي مباراه في كره القدم 90 دقيقه، بعد ال 90 دقيقه كل العلاقات بتكون زي ما هي، عشان كده ان شاء الله باذن الله جمهور الهلال السوداني سواء هيكون متواجد هيرحب بيه في القاهره، ويكون ايضا كمان ليه اماكن متخصصه طبعا ليه في استاد القاهره، وعلى الجانب الاخر ايضا كمان جمهور النادي الاهلي 50,000 مشجع اهلاوي يكونوا متواجدين، روح واصرار وتشجيع وحماس كبير جدا منتظرينه، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي يوم السبت الساعة 9 مساء، الكل منتظر هذه المباراة بمشيئة الله بإذن الرحمن. وطبعا دعوات المصريين والأهلاوية يعني بشكل خاص لا تنقطع ولن تنقطع حتى انطلاق فعاليات هذا اللقاء المرتقب والمنتظر، أكيد هيكون يعني ماتش ليه خصوصية شديدة جدا. احنا بنشكرك يا كريم على وجودك معانا النهاردة في الأهلي في رمضان، جزيل الشكر مرة ثانية، كل سنة وأنت طيب وكل حبايبك وأهل بيتك بخير يا رب، شكرا ليك. كلام محترم وبنتفق معاك أكيد يا كريم، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، وإحنا متفائلين جدا وعندنا ثقة بإذن الله في الفريق الأول إن المباراة دي هتحسم لصالح النادي الأهلي. كلام محترم جدا، وفكرة كمان الحديث عن الجماهير، كانت الناس بتطالب بالحضور للمباريات ومؤازرة الفرق والمنتخبات، دلوقتي انت بتتكلم ان الموضوع اصبح متاح طبعا. فكل الباقي بقى على الناس نفسها، على الجماهير نفسها ان هي تروح وتشارك، الفرصة موجودة، الفريق في امس حاجة لوجود الجماهير في ظهره كالعادة، فان شاء الله يبقى الجماهير بتأدي الدور اللي عليها، والفريق كمان بتاعنا يأدي الدور اللي عليها.